اقول له امانه الله هذا بضمان اذا ما جاب نتيجه ترجع. يمكن رجعوا لي 32 من 5 سنوات لهسا. والله بديته كان عندي سبب انه اجريت عمليه فتح صدر، فكنت بحاجه دائما الى زيت الزيتون الاصلي. فاشتغلنا اول ما اشتغلت زيت الزيتون الاصلي البكر وطورتونه، بعدين قمنا التجانا الى زيوت الاعشاب للعلاجات. يعني خلال شهر هذا كل العمليه من اول ما بدينا زيت الزيتون رجعت اشتغلت زيوت الاعشاب بمكاين صغيره، كانت المكاين صغيره كلش وما عمليه. فخلال شهر شهرين توقفت، بديت انا احور بيها وحورتوها واشتغلنا بيها لمده 2 سنين تقريبا. بعدين توسع شغلنا، صار طلبات عندنا على مستوى العراق محافظات كلها واقضية ونواحي، بديت اخذ مكاين اكبر. كل شغلي احكي لك عليه، كل شغلي المستورد يمكن اذا جينا يوم وتقول لي اقول لك مستورد، بس شغلي انا من 48 ل 52 50 نوع زيت عدا الخلطات. يعني زيت اللوز الحلو، زيت اللوز المر، البندق، الفستق، اللوز، الجوز الهند، الخروع، سمسم، هاي الشغلات كلها يعني اذا عندك اياها كثيره من 50 تقريبا نوع زيت. عدا الخلطات انا ناجح بها نجاح درجه اولى ساحق، اللي هي خلطه التساقط الشعر وتطويل الشعر والاكزيما، خلطه شد نظاره، شد تكبير عضلات الجسم، هاي علاج القمل. انا شغلي كله بالضمان من فتحته من 5 سنين لهسا، كله شغلي بالضمان. اطعينه الحاجي اقول له من يطلع بعد ما يشتغل يطلع من المحل، اقول له امانه الله هذا بضمان، اذا ما جاب نتيجه ترجع. يمكن رجعوا لي 32 من 5 سنوات لهسا.